ازاي حضراتكم؟ احنا طبعا في بني سويف وتحديدا في مستشفى اهناسيا التخصصي وتحديدا مع دكتور عبد الله اسامه عبد الله، وهتلاقوا صوتي واطي لان احنا في العنايه المركزه. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ مستشفى اهناسيا التخصصي، احكي لي الحدوته. مستشفى اهناسيا التخصصي تابعه لامانه المراكز الطبيه المتخصصه في وزاره الصحه. النهارده تشرفنا بافتتاح السيد الرئيس للمستشفى. المستشفى عباره عن 174 سرير، منهم 18 سرير رعايه مركزه، عندنا 9 سرير عنايه مركزه هنا، في غرفه منهم عزل، في 6 سرير رعايه متوسطه. المستشفى بتخدم قطاع كبير جدا من المرضى في محافظه بني سويف في مركز اهناسيا. مركز اهناسيا مركز كبير، العدد السكان بتاعه تقريبا 420 الف مواطن، 38 قريه او 39 قريه، عدد كبير جدا. ده بيعكس اهتمام الدوله بالصحه وبالذات في محافظات الصعيد. عظيم جدا، يعني المستشفى بيخدم اكتر من 480 الف نسمه. بالظبط، مركز اهناسيا تحديدا. المستشفى هنا بقى مجهز زي ما قلت لي بغرفتين للعنايه المركزه، 9 و9 غير العناية. عندنا هنا 9، في 6 رعاية متوسطة، في التسعة دول فيهم أوضة عزل، عندنا 5 غرف عمليات كمان مجهزين. أيوة. بأحدث الأجهزة، حتى في التصميم غرف العمليات في منها باب على الرعاية المركزة عشان لو حد مريض احتاج رعاية مركزة من العمليات يدخل مباشرة. عظيم. ما يبقاش في ترافيك، يعني ما يخرجش المريض بره حدود العناية أو بره الجو المعقم للمستشفى. استقبال طوارئ، عندنا استقبال طوارئ وعندنا عيادات خارجية، عندنا 33 غرفة عيادات خارجية بتخدم تخصصات كتيرة جدا. عندنا الطوارئ شغالة 24 ساعة. المستشفى دلوقتي في إطار تجديد افتتاح، بنحاول نوفر كوادر طبية كبيرة، بنحاول نعمل بروتوكولات مع جامعات مختلفة بحيث نوفر أطباء بكفاءات متميزة. الحقيقة أنا يعني وأنا قاعد فقابلت مجموعة من الأطباء شبان زي الفل وأعمار مختلفة ومتباينة وما إلى ذلك، بس لاحظت أن كله فخور جدا بالمكان. طبعا طبعا، يمكن أنا يا فندم قلت لحضرتك أن أنا جاي من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى كبيرة جدا في القاهرة. لما جيت هنا كمان انبهرت بالمستشفى لأن هي لا تقل أبدا عن مستشفيات القاهرة الكبيرة. ده بيعكس مساواة في الخدمة الطبية ما بين جميع المحافظات. العلاج هنا بفلوس ولا من غير فلوس؟ والله يا فندم النسبة تقريبا 40% من المرضى على نفق الدولة، 50% تأمين صحي، فدول 90% من المرضى تقريبا ما حدش بيدفع حاجة، يعني يدوب هو 10% للقادرين يعني. القادرين. وبالتالي هي جزء من منظومة صحية بتتولاها الدولة غير القادرين تانية. أو التأمين الصحي، طبعا التأمين الصحي هو حق للموظف سواء قادر أو غير قادر يعني. عظيم جدا. إيه طبيعة العيادات اللي موجودة في المستشفى؟ عندنا تقريبا جميع التخصصات، عندنا العظام، عندنا الأسنان، افتتحنا جراحات وجه وفكين، افتتحنا برضو جراحات أورام، عندنا الجراحة العامة، المسالك، تقريبا كل التخصصات موجودة، برضو الأطفال والبطنة والكلى يعني تقريبا كل التخصصات موجودة. وأنواع الجراحات اللي بتتم كله برضو؟ كل الجراحات موجودة، وإحنا بقول لحضرتك إحنا بنحاول ندعم ببروتوكولات مع جامعات مختلفة بحيث يبقى عندنا كل التخصصات، وعايزين نوصل إنها تبقى فعليا مستشفى تخصصي كبيرة، يبقى كل الجراحات حتى الصعبة تتعمل هنا بحيث إنها تخدم المحافظة كاملة مش أهناسيا بس. أداه قدود يا دكتور. إن شاء الله. ألف شكر. شكرا. هنفضل لسه مكملين معاكم في بني سويف، استنونا.